وصلتني الكثير 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 من الرسائل على كيفية زيادة السرعة من الانترنت، خصوصا لا ديزل ديال ماروك تيليكوم ديال اتصالات المغرب. دونك واش المشكل من الشركة ولا المشكل من الروتور ديال ديك السيت؟ هنا هادشي اللي غنعرفوه في هذه الحلقة هذه. كيف ما قلت لكم وصلتني بزاف ديال الميساج على كيفية يعني زيادة السرعة، وهي الصراحة ماشي زيادة في السرعة غير هو تحسين الأخطاء اللي كاينين في الروتور أو في يعني خيط لا ديزل. أشرح لكم الآن أهم الطرق اللي خاصك ديرها. أول حاجة أتأكد منها هو الخيط ديال لا ديزل اللي داخلك للطار، هذاك تأكد منه واش مقطع ولا مثلا وقع له شي مشكل ولا يعني كما ملوع على شي حاجه، على حقاش هذاك راه هو اللي كيسبب السرعه او كيسبب البطء ديال الانترنت. هذه كانت الحاجه الاولى. اما الحاجه الثانيه هو انك تحاول تبعد الروتور ديالك على اي جهاز الكتروني اخر، مثلا انك تحط الروتور ديالك هنا وتحط حداه جهاز استقبال نيميريك او شي حاجه ديال يعني جهاز الكتروني. راه من اسباب ديال يعني كيف ما تنقولوا حنا ديك الموجات الهوائيه ديال الروتور اللي كتدخلوا كتحاول تعاكس مع هذيك الموجات ديال ديك النيميريك ديال ديك جهاز الاستقبال، وكيوقع تما واحد تما فين ما تيكون المشكل عند الانسان ديال بطء الانترنت. هذا هو المشكل. الا ما كانش الروتور ديالك حدا حتى شي جهاز الكتروني ومازال الكونيكسيون عندك ثقيله، هو انه غتقبط الروتور وغدير له شي بلاصه ديالو عاليه باش يوصل يقبط يقبط لا ديسين مزيان. فوالا هزيت نتايا هاد الروتور هذا وحطيتيه في واحد البلاصه عاليه، ونفس المشكل مازال. هنا يا اخواني غادي تنتقلوا لواحد المرحله اخرى. اما هي هو انك غتدخل للحساب ديالك في ماروك تيليكوم وغتطلع لعندكم هاد الشاشه هادي ديال ماروك تيليكوم، غدير المنارة. انا شخصيا داير المنارة زعما نظن كلشي غادي يكون دايره. نعم غطلع لنا هاد الصفحة هادي. اول حاجة غنمشيو نديرو هو انه غنتأكدو واش ماروك تيليكوم عطينا مثلا دي بي ديال 4 ميجا كيف ما كتقول، ولا اللي ديال 12 ميجا عطينا دي بي ديال 12 ميجا. هادي ضروري خاصك تأكد منها لحقاش ممكن انهم هما يغلطو وانت ما تهدرش وغيبقى عندك الكونيكسيون ضعيف. اللهم باش نعرفوا هذه القضيه هذه غنجيو لهنايا وغنمشيو لهذا الخيار هذا اللي كاين هنايا. لاحظوا انا عاطيني 4 ميجا، الا لقيتي هنايا 2000 يعني راه غيكونوا عاطيك 2 ميجا. يعني تمشي لعندهم وهما غيصلحوها لك ولا عيط للرقم ديالهم، غادي يكون هذا هو السبب. مثلا لقيتي ان هذه فيها 4 ميجا او 12 ميجا والكونيكسيون مازال ضعيفه، هنا كتبقى لك حل واحد اللي هو اللي تيكون الاصدر، غالبا هو اللي تيكون من المشكل. هذا الحل هذا انا غنشرح لكم دابا، هو انه غتعاود ضبط اعدادات الراوتر الخاص بك، يعني غدير له كونفيغوراسيون جديده. بحال هكا هو انه غتبرك على هاد الايقونه وغتجيو للتكنيكولور، وهنا غتكليكيو باش يعني غادي ديروا لكم يعني بحال غتعاودوه ا زيرو الروتور. فاش تعاودوه ا زيرو غيعطيكم تعاود ديروا مينارا 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 وغتدخلوا لهاد القضيه اللي قلت لكم، هاد التكنيكولور هادي، وغتجيو لهنايا وغتكليكيو عليها سويفون. كيف هاد الاعدادات خاصك ديرهم؟ سويفون. هنا غدير بطبيعه الحال المود باس، وهادشي اللي خاصك تبقى عاقل عليه. هنا غدير الاسم، وهنا هذا هو بيت المقصد كيف ما تنقولوا، هذاك هو تغيير القناه ديالك. بعض الاحيان الناس غادي يقولوا شنو سميت هذه القناه، كيفاش قناه ما غيفهموش، اللي عارفين راه عارفين. هذه القناه هذه هو اي خط ADSL كاين في المغرب ولا في العالم كاع تيكون عنده واحد القناه ديالو، فهمتي؟ وفوقاش كيتضعف الانترنت، يعني فاش كيكون عندك الجيران بزاف، يعني عندكم مثلا الشارع ديالكم كلشي داير ADSL كلشي تدخلوا في الدار، وكتلقاهم انه غادي تقدر تلقى انه واحد الشخص داير نفس القناه اللي عندك نتايا. مثلا انت عندك قناه 3 غتلقى واحد الشخص داير قناه 3 في الروتور ديالو، دونك تيوقع واحد التخالط كيف ما شرحت لكم في الاول. هاد الشيء هذا كيسبب ان الانترنت ضعاف وما تكونش بسرعه.
الحل ديالك كاين ماشي ما كاينش. الحل ديالك هو انه غتحاول تبدل يعني الكانال او يعني القناه ديالك. وغادي نقول لكم واحد اربعه الارقام اللي ديروهم، يا اما واحد يا اما سته يا اما تسعود يا اما 11. حاولوا ديروا يعني رقم من هاد الاربعه هادو، وانا متاكد 100% انه الكونيكسيون غتولي ضعيفه. هاد القضيه هادي انا درتها ولات لي الكونيكسيون زوينه الحمد لله. نتمنى حتى نتوما تجربوها. هنا غنكون ساليش هاد الحلقه، ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب بالطبع الى اعجبك الفيديو، وما نساوش يعني نشوفوا التعاليق ديالكم الزوينه ان شاء الله، ودير سبسكرايب نحاول نوصلوا لقناه 100,000 سبسكرايب ان شاء الله. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.